السلام عليكم، اخوك سيد علي من اسماعيليه مصر. بصوا، النهارده هنشرح حاجه هي في البطرون غلط، لكن هي بتطلب. فاحنا ليه بقى تفكرين قبل كده ان احنا قلنا اساس البطرون الموديل مش اساس البطرون التعليمه؟ يعني ممكن انت تعمل البطرون الثابت وما يبقاش عاجب الزبون، لكن اللي احنا هنعمله ده هو الحاجه اللي ايه اللي طالبها الزبون بنفسه، او هو الفكره اللي طالبها الزبون، لدرجه ان هم جابوها من اكتر مكان علشان المنظر ده. بصوا يا جماعه، احنا هنعمل بنطلون، البنطلون ده قفازين من الرجل. الحته الغلط اللي انا عاملها ومصر عليها للزبونه وهي اللي طالباها. خلي بالكم، في فرق بين ان انا عاملها وعارف انها غلط، وفي فرق ان انا بعملها في التفصيل. شايفين انتوا الحته بتاعت الحجر اللي قدام دي؟ جاي من تحت يا دوبك لافف، شايفين ايدي؟ يا دوبك لافف، مش طالع. بص، المفروض ان انا بطلع من هنا 3 سم في الحجر بتاع البنطلون، وبنزل اللفه بتاعت البنطلون بتبقى اكتر من كده خالص. لا، دي صغيره خالص، يعني لو احنا عارفين دي حوالي سنتي واحد او سنتي ونص ونازله على طول. وعاملين بقى مش عارف، يعني الدوران ده خافينه ليه بقى؟ ليه عاملين الحركه دي؟ هي عايزه تلبس البنطلون ما يبقاش باين الحجر من قدام، منظره وحش. عارفين انتوا اللفه بتاعت البنطلون دي خاصة في الحريمي بتبان قوي في اللبس كده، دي بتبقى جايه لحد منطقه الهانش كلها، فبتبان كانها جيبه، وبعدين دي بنروح حاطمينها من تحت كده. صحيح في اللبس وحتى في الفيديو اللي هم جايبينها تلاقي الحته دي عامله كسره هنا، تعمل كسره بالنسبه لها، ويبقى الزبون عارف انها ممكن تعمل كسره احسن عندها من انها تبين منطقه الحجر. ومنطقه الحجر دي منطقه العوره، فبتبقى منظرها ملفت قوي، خاصه لو هي لابسه بنطلون. فهي فكره الحركه اللي احنا بنقولها دي ان احنا بنقللها خالص علشان ما ناخدش، شايفين ايديا، عشان ما ناخدش الدوران عالي فيجيب لفه الجسم بتاعت الزبونه من تحت. طبعا 100 واحد هيقول عليها غلط، بس غلط مطلوب. هم مش عايزين لفه الجسم بتاعت البنطلون. وخلي بالكم، في المجتمعات العربيه البنات كلها ما بيرضوش يلبسوها البنطلون عشان خاطر الحركه بتاعت اللفه دي، فاحنا بنحاول ان احنا نقللها. بس طبعا احنا ملناش دعوه بلبسه او حكم الشرع في لبسه، احنا مالناش دعوه بالحكم الشرعي بتاعه في لبسه، احنا لينا بس نشرح احنا نقدر نعمل ايه.